بمعنويات مرتفعة أنهى فريق مولودية وهران تحضيراته تحسبا لمواجهة اتحاد الحراش هذا السبت في ملعب 20 أوت بالعاصمة في إطار الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، في مواجهة يسعى من خلالها الحمروة إلى الاستثمار في مشاكل الحراش والعودة بالزاد كاملا للتقرب أكثر من كوكبة المقدمة. شاك ماتش اللي معناها الى عنده النكهه نتاعو الخاصه. الحراش صافي ان مومون اللي هما مريحين، لي زون يان شانجمون معناها دو ستاف افيك لاريفي دو مسيو حمادي الضو، نتمنى له معناها كل النجاح بعد ما نلعبوا ضدهم بيان سور. فوالا دونك ما يزورون زاد اي نوفيل ديناميك، كان دي جوار كي فيل بروفي عندهم معناها يفون رولانسي سيرتان زيليمون، وان شاء الله نرجعوا بنقاط اللي تخلينا نواصلوا معناها كما نقولوا التواجد نتاعنا قريب للمجموعه نتاع القمه. التركيز على المواجهه وعدم استصغار المنافس هي مفاتيح الفوز على اتحاد الحراش حسب اللاعبين، غير ان المهمه لن تكون سهله امام فريق جريح يسعى الى تحقيق الديكليك. الاستعداد راه يجري في ظروف جيده كما كاع لي ماتش اللي مضاين نحضروا لهم، ان شاء الله الجروب راه واعي بالمسؤوليه وان شاء الله نروحوا نجيبوا نتيجه ايجابيه من الحراش ان شاء الله بربي. رانا اللاعبين واعيين بالمهمه هذه، سي فري مش راح تكون سهله مع فريق اتحاد الحراش، راه يمر في فتره صعيبه، مي احنا ان شاء الله اون بيان بريباري هاد لا سيمان باش نروحوا نديروا ريزلتا باسكو تهمنا النتيجه وان شاء الله نكونوا في نهارنا بركه. هي أيضا حرب تكتيكية بين التقنيين التونسيين معز بوعكاز وحمادي الدو في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة المباراة أمام فريقان يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة قد تزيد من ضغط المواجهة.